مساء الفل عليكم، تحياتي لكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين. هنبدأ خلاص ننزل بوصفاتنا الصيامي والاقتصادية جدا جدا. الوصفات دي مش بس صيامي، الوصفات دي تقدروا تعملوها في كل وقت في السنة، لأنها وصفات اقتصادية بدون لحمة بدون فراخ. طلبتوا مني ان انا اعمل لكم كفتة بدون صويا. حاضر، انا عملت لكم النهاردة كفتة بدون صويا، مش بس كده وكمان محشية. الكفتة النهاردة تقدروا تدخلوا فيها صويا وتقدروا تستغنوا عن الصويا خالص فيها. لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر كل اللي بينتسبوا في قناتي وبيدعموني بكومنتاتهم الجميلة وللدعاية والإعلان على قناتي، هسيب لكم اللينك والرابط ورقم التليفون في صندوق الوصف. أول مكون عندي وهو الفريك، أنا هجيب ربع كيلو من الفريك، أنقيه كويس جدا وأغسله، وبعد كده أنقعه في مية دافية وأسيبه على جنب. وبعد كده هجيب بطاطسيتين كبار وأبتدي إن أنا أغسلهم، وبعد كده أقشرهم وأقطعهم زي ما أنتوا شايفين، وأبتدي إن أنا أسلقهم سلق تام. ومحتاجة الحاجة بتاعتي تبقى مسلوقة حلو جدا، أو الحاجة تبقى مستوية كويس قوي علشان خاطر يا جماعة الحاجة ما تفكش مني وانا بقليها. عايزة اقول لكم العجينة بتاعت النهاردة مش بس تقدروا تعملوا منها الكفتة، لا تقدروا تعملوا منها حاجات كتير قوي قوي، يعني عجينة لذيذة وحلوة بتدخل في حاجات كتير. ممكن يتعمل منها البرجر، بيبقى تحفة وبجد خطير قوي قوي، احلى كمان من اللي معمولة بالصويا والعدس، وكمان صحية اكتر وهيلسي، وتقدروا كمان كل الناس تاكلها، يعني عشان في ناس كتير مش بتحب تاكل الصويا. هنجيب دلوقتي البطاطس بتاعتنا ونبتدي ان احنا نهرسها كويس قوي. البطاطس في الوصفات الصيامية يا جماعة بتعمل زي عامل ربط، لان هي طبعا عبارة عن نشا، فالنشويات دايما بتمسك الحاجة، فبتبقى سبب اساسي الحاجة بتاعتنا ما تبدأش ان هي تفك لما تنزل الزيت او لو كنا هنسويها. انا هنا مستخدمة معلقتين بس من فول الصويا، وتقدروا تشيلوهم عادي، يعني لو انتوا مش حابين تشيلوا تحطوا فول الصويا عادي جدا ان انتوا تشيلوه، مش اساسي في الوصفة، انا بس حطاه كده يعني كتحبيشة. وحتى هنا بصلاية بدأت ان انا افرمها، عصرها، بصوا فرمها حلو قوي قوي، يعني بصوا بشراها زي ما انتوا شايفين. الصويا ده على فكرة طريقته انكم بتجيبوه بتحطوا عليه ربع كوباية من المية المغلية، وبعد كده بترفعوه على النار شوية صغيرين، وبعد كده بس بتشتغلوا بيه. البصل ده انا بشرحه حلو قوي، حطيت نص كوباية من الدقيق، والدقيق هنا برضو مادة ربط، وبحط برضو التوابل بتاعتي. بصوا ممكن تختصروا كل التوابل دي بانكم تجيبوا مثلا كيس بهارات من كفتة، كيس بهارات كفتة وتحطوه عادي جدا، هو بيبقى نباتي ما فيهوش اي حاجة، دي مجرد بهارات او نكهات. لو انتوا مش حابين او حاسين الموضوع ممكن يبقى في شبهة حرمانية، خلاص بلاش من الكيس البهارات، وحطوا البهارات اللي انا حطاها. حطوا معالق صغيرة من ملح وفلفل وبابريكا وشطة وكزبرة مطحونة وكمان كمون مطحون. ده بقى الفريك بتاعي بعد ما لين خالص، انا ما سلقتوش، انا لينته في مية دافية لمدة 3 ساعات بعد ما نقيته وغسلته كويس، بس كده ما عملتش فيه اي حاجة تاني. وبعد كده بدأت ان انا بقى اعجن العجينة بتاعتي. تلاحظوا ان العجينة دي غريبة ويمكن ما شفتوهاش قبل كده او مش ناس كتير بتعملها، بس انا جربتها اكتر من مرة ولما نجحت معايا فعلا، يعني مش عملتها مرة وعملتها لكم، لا عملتها اكتر من مرة عشان اتأكد من نجاح العجينة وطعمها الحلو، وبعد كده قلت اجربها معاكم واوريكم بقد ايه هي جميله وحلوه قوي. ده بيبقى شكل العجينه. انا مش بكتفي بكده، لا انا بدخلها وش كمان على بدخلها وش كمان على المفرمه عشان خاطر تبقى متجانسه، ما يبقاش فيها الوان زي ما انتوا، مش هتبقى لون واحد كده، تبقى بنيه. دي الحشوه. بصوا الحشوة ممكن تتعمل بحاجتين، ممكن تتعمل بالعدس وممكن تتعمل بفول الصويا. هتجيبوا مقادير هي هي، مقادير العدس هو مقادير الفول الصويا، يا ربع كيلو عدس يا ربع كيلو فول صويا، والاتنين هتبدأوا ان انتوا تلينوهم قبليها، بس الفول العدس بيتلين قبليها بربع ساعة، فول الصويا 10 دقايق بالظبط، وترفع على النار في هما الاتنين في كمية مية قليلة جدا. وبعد كده اول ما فول الصويا يبتدي ان هو ينفش معايا بالشكل ده، هنكمل نفس الوصفة
العدس زي الفول الصويا بالظبط، هوريكم الوصفتين. هجيب بصلايه وابتدي اني انا افرمها، وبعد كده بحط عليها كمان فلفل وانزلها في طاسه بمعلقه زيت بس مش اكتر من كده، وببتدي ان انا اشوحهم التشويحه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا الحشوه دي زي ما قلت لكم مش لازم ابدا الفول الصويا، ممكن بديل الفول الصويا العدس بجبه، على فكره بتبقى حلوه جدا جدا بالعدس. يعني انا اتفاجئت اني كنت متخيله ان طعمها بالعدس مش هيبقى حلو، طلعت يعني شبيهه قوي قوي باللي بنعملها باللحمه يعني، فجميلة قوي، جربوها يعني هتعجبكم جامد. بس وحطينا بقى البصل مع الفلفل، نزلنا على الفول الصويا ونزلنا عليه مكعبات الطماطم اللي احنا مقطعينها زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى ان احنا نقلب المكونات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه على النار، مش محتاجة سوا كتير لان هي يعتبر مستوية. وهنحط شوية بهارات عندنا، ملح وفلفل، بس ما نكترش عشان اصلا العجينة بتاعت الكفتة بتاعتي انا مبهرها كويس قوي، فمش محتاجة الحشوة. يعني بصوا الحشوة محتاجة بس تتملح تتحدق بس، لكن مش تتبهر كتير لان العجينة اصلا اوريدي واخدة التوابل بتاعتها كاملة. تعالوا دلوقتي نشكل العجينة بتاعتي، ببتدي اخد حتة من العجينة بتاعتي. بصوا تقدروا تعملوها الاشكال اللي انتوا عايزينها، تقدروا تعملوها دواير، تقدروا تعملوها صوابع، تقدروا تعملوها شكل الكوبيبة اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بمنتهى البساطة تجيبوا عجينة وتعملوها كده زي ليها دايرة، وبعد كده هتبتدوا بقى ان انتوا تعملوا زي حفرة كده في الوسط، وبعد كده هتحطوا بقى جواها، هتجيبوا معلقة صغيرة وتحطوا من الحشوة، سواء الحشوة دي او حشوة الفول الصويا او حشوة العدس مفيش مشكلة، او تحبوا تحشوها خضار عادي، وتبدأوا ان انتوا تلفوها بالشكل ده بمنتهى البساطة. ممكن تحطوا عليها سنة لون طعام بني، وهوريكم اللي لو حطينا لها لون طعام في العجينة عشان تبقى شبيهة قوي بالكفتة الاقتصادية بتاعت اللحمة، يعني اللي هي بس ايه مش ما فيهاش لحمة اللي بتتباع بره. فدي برضو هوريكم المصانع بيعملوا ايه، كل الفكرة ان هم بيحطوا في العجينة نقطة لون بني خفيفة قوي قوي بتضغي على اللون الابيض ده وبتشوفوها بس. وبيبقى ده شكلها بعد ما صبعناها وعملناها كده، بنستخدم المية في تصبيحها يا جماعة. وبعد كده اهو زي ما انتوا شايفين دي محطوط عليها نقطة لون بني خفيفة، سيبناها في الفريزر تتجمد، وبعد كده هنبتدي نقليها. هنجيب طاسة كده ونحط نصها زيت، ونبتدي ان احنا نقليها في زيت عميق، ولازم تقلي في زيت عميق علشان خاطر تستوي من كل الاتجاهات وما تفكش مني. وبعد كده بقى ابتدي ان انا اسقطها جوه الزيت، ما حركهاش كتير اول ما احطها في الزيت عشان خاطر بس لو حركتها كتير ممكن تتفك مني، فاسيبها تستوي على راحتها. بتاخد فترة يعني بتاخد وقت في التسوية بس مش وقت كتير، بتاخد قد ايه يعني، بتاخد من كل ناحية حوالي 3 دقايق، وبتبقى جاهزة حلوة قوي قوي. تتقدم مع رز، تتقدم مع مكرونة، تتقدم مع عيش، تتقدم مع سلطة، مع طحينة، تتاكل لوحدها كده. بصوا خطيرة بجد بجد. والعجينة دي مش هتبطلوا تعملوها لانها من مكون حلو قوي اللي هو الفريك ده، والفريك او البرغل ده بيكون مفيد قوي قوي، جربوها بجد. الكفتة المحشية الصيامي من احلى والذ الاكلات. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر من كل قلبي كل اللي بيدعمني بانتسابه في قناتي وكل اللي بيشترك، شكرا جدا ليكم، تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.